يقول: أعمل في حراسة في شركة، ولكن تشاجرت مع أحد زبائن الشركة، وكان سكرانا وهددني بالسلاح، فتركت الشركة خوفا من أن أتعرض للأذى، وما زال راتبي ينزل، فهل هذا المرتب حلال عليه؟ لا، إذا كنت ما تعمل لا يحل لك الراتب، إذا كنت ما تعمل لا يحل لك الراتب، لأن الراتب في مقابل العمل، وأنت تركت العمل، يغنيك الله عنه.